كل مصر بتتكلم عن مباراة القمة التي ستقام مساء الأحد بصفرة حكام أسبانية، وقلق كبير جدا في النادي الأهلي على محمد عبد المنعم، وحتى الآن الناس مش عارفة محمد عبد المنعم هيشارك في المباراة ولا مش هيشارك في المباراة. لكن فيما يخص علي معلول هيشارك، حمدي فتحي جاهز 100%، بدر بنون جاهز 300%، الباقيين جاهزين إلا الإصابات طويلة الأمد وطويلة المدى، ومعها محمود متولي الذي خرج مصابا في مباراة إسترن كامباني. عليك يا محمود يا متولي إنك تذبح، إحنا داخلين على العيد يا ابني، النحس بيطردك من يوم ما جيت النادي الأهلي. لو عليك نادر يا ابني روح ادفعه يا حبيب قلبي، حرام عليك، الأهلي دبع فيك فلوس وشغال علاج فيك. لو عليك نادر روح طلعه أو اذبح، جايز محسود والعين حق، ما كانش ربنا قال ومن شر حاسد إذا حسد، جايز حد زميلك في الإسماعيلي عينه صفرة يا ولا، ادهالك أرضية زحفة، كل ما تخف في الأهلي تجيلك إصابة، كل ما تنزل الملعب تصاب. شوف يا ابني مالك يا ابني، في إيه؟ شوف يا حبيبي في ايه. فمحمود متولي مصاب ومعاه اكرم توفيق طبعا، ومحمد عمنا ما يتعمل له تيست بكرة السبت ان شاء الله، لكن غالبا هيبقى برة مباراة القمة، وغالبا عاد طبعا بدري بنون وموجود رامي ربيعة وياسر ابراهيم وايمن اشرف وهكذا، اما ان هو يلعب بياسر ابراهيم وايمن اشرف، اما او ان هو هيلعب بمحمد هاني ورامي ربيع. غالبا يلعب بياسر ابراهيم وايمن اشرف، ليه دوليين وخلاص رجعوا، خلاص محمد هاني يرجع لمكانه في الباك رايت، وعلي معلول يرجع مكانه في الباك ليفت، وفي وسط الملعب يبقى موجود عمرو السوليه وحمدي فتحي وديانج، والثلاثي الامامي احمد عبد القادر، وحط اي اثنين، احمد عبد القادر وحط اي اثنين. سامي قمصان كل كلامه مع اللعيبه النهارده في التدريب قبل ما يدخلوا المعسكر المغلق لمده 48 ساعه ان هو عاوز يكسب، عاوز يكسب الزمالك سكور، عاوز يقول ان النادي الاهلي فيه لعيبه بروحها هي صاحبه الانتصارات وهي صاحبه الفضل الاول في تحقيق الانجازات، وان العناصر الاخرى هي عناصر مكمله، ولذا يلعب نفسيا على هذا الوتر ويحاول استنفار قدرات لاعبيه في هذا الامر. فبالتالي الاهلي كامل العدد، محمد عبد المنعم ربنا يشفيه، محمود متولي ربنا يشفيه، ومش اقول لك بقى اكرم توفيق، ومش اقول لك بقى باقي الاصابات يعني، خلاص كلهم وعمار حمدي وكده. طيب نادي الزمالك عنده اصابتين مهمين جدا، احمد فتوح الباك ليفت وامام عاشور، الاثنين حاجه مهمه. احمد فتوح كان عنده كورونا بعد ما كان يعني مصاب وكده جاله كورونا، ثم امام عاشور كان عنده اصابه عضليه في الضم، الاثنين النهارده كان بداوا مرحله التاهيل. هتيجي تقول لي دول يلعبوا بعد 48 ساعه؟ القرار لزوالدو فيريرا. لكن في الحته الشمال عندك عبد الشافي ماشي كويس وبيتزق قدامه عبد الله جمعه، وعندك في الباك رايت النهارده رجع كمان حمزه المسلوسي، بدا التدريبات الجماعيه فجاهز. فابو جبل غالبا لن يشارك في اداره المباراه بصفه رسميه، اول حاجه لان مرتضى بتشائم منه، قال لك بتنطط تحت العارضه، والمباراه تبقى في استاد الاهلي والسلام. وغالبا عواد اللي هيلعب، لان عواد مع الفرقه خلال الفتره الماضيه مستوى عالي، مستوى مميز، حاجة فوق الجمال، فغالبا عواد اللي هيلعب، وأحمد فتوح وإمام عاشور. صاحب القرار في مشاركتهم هو مستر جوزفالدو فيريرا، وأظن أنه ياخد هذا القرار غدا بإذن الله تعالى، غدا بإذن الله تعالى. مباراة القمة مباراة مهمة وصعبة، لأنها بين البروفيسير جوزفالدو فيريرا والتلميذ الشقي المغامر المقامر الذي يتم إعداده منذ سنوات في النادي الاهلي سامي قمصان، اللي حافظ عناصر الزمالك وحافظ عناصره، فبالتالي يقدر ان هو يلعب كره ممتعه وكره جميله، ويهدف الى الاستحواذ والتمريرات القصيره والاداء الجمالي في ظل الحضور الجماهيري، واضفاء مزيد من المتعه على هذه المباراه لاستمتاع جمهور النادي الاهلي بالنتائج في هذه المباراه. طيب عاوز اقول لك ايه تاني فيما يخص القمه؟ مخرج مباراة القمة هو محمد ناصر اللي ما شفناهوش من ساعة مباراة الأهلي والرجاء، ونادي الزمالك عرف قلب الدنيا، قال لك ناصر هو اللي يدير مخرج مباراة القمة. طب في الفار افرض ما عدوش اللقطة، افرض وأزمة كبيرة النهاردة، وطالبت إدارة نادي الزمالك المسؤولين في التلفزيون المصري بالعدالة والأمانة المهنية والحيادية في إعادة اللقطات. وبعدين تم التأكيد على إدارة نادي الزمالك اللي ما له فيش حاجة اسمها ان المخرج هو المسؤول، المخرج هو اللي بيعيد، لا يا سيد، اي اللي بيعيد
المساعدين بتوع الفار قدامهم كل الكاميرات، ياخد اي كاميرا يعيدها، وهذا امر مؤكد يعني. لكن تم التأكيد على محمد ناصر بالتزام الحيادية والأمانة المهنية وبإعادة اللقطات على الهواء من كل الزوايا، خاصة اللقطات اللي تبقى في الفار عشان توصل المعلومة للناس، الراجل ده هيحسب صح ولا يحسب غلط وحاجات بالشكل ده. أقدر أقول لك إن دي أبرز أخبارنا، وهرد على أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة. أي سؤال أنا تحت الأمر. مفاوضات الأهلي مع فيتوريا حسن لواري. يا حسن أنا أول واحد في مصر بيقول لك إن في عرض رسمي راح لروي فيتوريا، 3 مليون دولار في الموسم، 250 ألف دولار في الشهر، معاه 3 مساعدين لعقد لمدة موسمين، قابل للتمديد لموسم ثالث بموافقة الطرفين. فبالتالي أنا بجيب لك كل حاجة يا حبيب قلبي. طارق حامد أخباره إيه أونكل؟ طارق حامد لن يشارك في المباراة، وطارق حامد خلص في اتحاد جدة ولن يشارك في هذه المباراة بأي حال من الأحوال. البث بتاعك متغير يا أونكل بقاله يومين والصوت رديء جدا. يا عم الله يسامحك يا عم، ده احنا بنحاول نطور يعني، نخلينا في الشكل العادي تقول لي طور اطور واقعد اعمل لك مونتاج وانا على الهوا وجايبين الراجل هم متعاقدين معاه وهناخده معانا مصر ويسيب شغله هنا في لبنان تقول لي مش عارف ايه. يا عم احنا عايزين نطور، عايزيننا نرجع تاني كده خلاص ماشي. حبيبي الغالي يا اسطوره الله يكرمك، عادل كمال ابو ماضي موسيماني مدربا للوداد، يبقى مدربا للوداد، يبقى مدربا للريان. هو ما راحش السد القطري، السد القطري جاله مدرب اسباني ايضا، ولسه مش عارفين. ياما في الجراب يا حاو، ياما في الجراب يا حاو. الصوت حلو يا انكل وزي الفل وشكل جديد وجميل، الله يكرمك الله يخليك الله يكرمك الله يبارك في عمرك. ايهاب صحيح يا انكل بالرمضان في الاهلي محمد علي بالرمضان، اول واحد في مصر قلت لك ان هيئه الاذاعه البريطانيه بي بي سي اعلنت على اتفاق النادي الاهلي مع الترجي على بير رمضان، و 3 مليون دولار للترجي، منها 2 مليون دولار كاش ومليون في صوره حوافز، واللاعب هيحصل على مليون و300 الف دولار او مليون و500 الف دولار بشكل مباشر. لكن قلت لك ان ده اتفاق لم يقم النادي الاهلي بتنفيذه حتى الان، حتى الان الاهلي ما قامش بتنفيذ. الصوت جاي كانك في فرح يا غالي، يا ابن ربنا يكتر افراحنا يا ابني، يا ابن ربنا يكتر افراحنا يا ابني. ملابس الاهلي يا انكل، ملابس الاهلي قلت لك شركه اديداس، قلت لك اديداس وقع ويتولى من بدايه الموسم المقبل. فيش حد قال لك المعلومه دي في مصر خالص خالص نهائي. هل ديانج هيحترف؟ حسن الاوار ديانج النادي الاهلي هيوافق على احترافه مقابل يعني 8 مليون دولار مثلا او حاجه، وحوافز 15 او 20% من اعاده البيع، وديانج مش في الاهلي الموسم اللي جاي اذا وصل عرض بهذا المحتوى المادي. بن شرقي يا انكل قلت لك بن شرقي خلص مع الزمان، بقول لك بن شرقي خلص مع الزمان. دلوقتي في شمعة منورة، بس ايه الشياكة دي يا انكل يا رايق؟ والله يا محمد يا احمد يا الشاويش، انت انا في لبنان فانت عارف لبنان بلد الجمال، في بيروت يعني الحمد لله الحمد لله جينا نقضي يومين هنا مع اصحابنا وراجعين تاني. كهرباء اساسي من الموسم القادم، نهال نادر ايوه يا غالي، كهرباء اساسي من الموسم القادم في النادي الاهلي ولن يرحل عن النادي الاهلي، ومكمل في النادي الاهلي كهرباء هو واحمد ريان. دمتم في امان الله.